عندي علاش يتحرشوا بيا معناها بيان سور علاش يتحرشوا نحكي لك الكار اللي صارت معناتها كيفاش صارت اون فيت صارت في كاستينج مسلسل اون 2017 2016 فان 2016 معناتها 2017 فما ممثله تونسيه تحرشت بيا معناها ممثله تونسيه تحرشت بيا في كاستينج وقتها قداش عمرك؟ صغير ما زلت ماشي في الديبيو وقتها ميم با معناتها في 19 في 19 اقل زاد شنو هي تحرشت بيا معناها ان شاء الله ما تكونش تتفرج خاطر هي عارفه روحها توا شكون اون فيت خدت الكاستينج فما معناتها دي فيش هكا دونسينيومون الناس الكل تكاستي وكل اللي يدخل فرحان ماشي كاستينج يخرج مستلبس بالحق معناها يخرج سافابا كل بنات كل ولاد راهو دخلت انا خويا الكاستينج عطاتني معناتها سبيتش للايسي للغول وكل قريت منه شويه بدينا نبرف يا اخي بدات تضرب فيك لا خليك تتحرش بيك تتحرش بفاسون فيلغير معناتها مش هكا اللي توجه فيك استوي ظهرك ولا ميزون سين ولا سي با معناتها اون بروف دو تياتر توجه فيك بفاية اخرى ممكن هي توجه فيك في طريق اللي حاسس فيك في البرسوناج كيفاش فسر لنا ما نجمش نوضح مش يتعدي واضح تيت واضح شعار ما نوضحش ما نوضحش يعني تحرشت بيا ما ترمي في يديها وتتلمس خليني نقول بون كاو فيك الحكايه معناتها بعد كي جيت نسال برا يحكيوا في نفس الموضوع الاولاد كل تحرشت بيهم كل فاسون الكاستينج اللي مشيت له بتاع شنو مثلا بتاع مسلسل بتاع افلام اباحيه فوالا جوستومون خاطر الكل خرج ممثله خاطر الكل خرج ويتشكوا من نفس الوضعيه معناتها فهمت تولي تشك في مش هذا برك دونو فيصل عملت اغسلمون باش يخلصوا للكاستينج فلوس بالرسمي راه الناس تعطي في فلوس في بعض الفيش دونسينيومون معناتها كاستينج بي نجم يكون الممثله مش معناها تعرض للتحرش المادي والمعنوي اي والتحيل زاده خذت فلوس يعملوا بالحق شنو هذا يمكن كاستينج انت مشيت له لا مسلسل شوف كاستينج في الفيسبوك لا 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 لا, لا, لا والله كاستينج وتعدى المسلسل خويا مان تعدى راهو المسلسل وهي اللي هي ومثلت فيه فهمت معناتها مانيش نجيب في حكايه ماهيش موجوده حكايه صارت عليا لا ما نسميش المسلسل به نجم يكون هو فهمها بالغلط ولا هما فهموها بالغلط مش تتلمس وتلمس يمكن هي قاعده تشوف فيه اسكو البروفيل نتاعو مناسب للسيكونس اللي حاجتها بها ولا لا عرب أبو ليه بالحق احنا بقى فدلكنا شويه معناتها على الموضوع اما راهو بالحق راهو موجود الحكايه بتاع التحرش سواء من الراجل سواء من المراه فهمت اي سيرتو اي سيرتو في الدومين الفن معناتها الدومين تاعنا نحن في كل لحظه خاصه النساء معناتها خاصه يتعرضوا معناتها للضغط، يتعرضوا للتحرش، يتعرضوا للمساومات، يتعرضوا للشونتاج. للضرب وللعنف. وللضرب اي سورتو الضرب، شوف معناتها الحكايه بتاع يسرا. اي يتعرضوا للضغط، يتعرضوا للضرب جمله واحده. معناتها انت شفتوا معناتها الفنانه معناتها اماني السويسي. اماني السويسي شنو صار فيها؟ معناتها الشايد شد يكفخ فيها والناس قال لك ما فماش منه موضوع، ما نتصورش معناتها كان فنانه كيما اماني السويسي باش تدعي وتكذب بك ليموسيون هذيك معناتها راهو بالحق وجعتني، معناتها السيد هذا معناتها راهو ما فهمتش وليه الادهى والامر ان السيد هذا يخدم ان بريزاري بتاع فناني. معناتها حياته كامله مع الفنانين يوصل يمد يديه على فنانه معناتها لهنا يلزم القانون بالحق والقضاء ياخو معناتها معاه ديسيزيون قويه ومش هو بالذات راه لاي واحد يتعرض معناتها العنف من المراه فهمتني؟ يعطيك الصحه عربي مريم شوف انا ضد عنف المراه هذه حاجه معناتها افير كلاسي ما نحكيوش فيه لكن في مشاكل كيما هكا توا زاد واحد انا بيرسونيلمون نحب نسمع من الطرفين خاطر حكيت العنف ولات برشا هذه على اليوتيوب معناتها على سامحني اللي تعرضت للعنف اللي تخدم في الصالون وي اسمع لكن معناتها انا ما نحبش نعمل رياكسيون هكا اشو ومن بعد نسمع القضاء شنو باش ياخذ مجرى ومن بعد تطلع حاجه كونتخيغ لكن بيان سور حتى حد ما هو معناتها ما يشجع العنف هذه حاجه مؤكده لكن في حكايه اميني شفت انا الفيديو وكل شيء ومتعات الحفلات سوفيان سيلا كيف زاد معناتها معروف في الدومين وكل هما زوز فنانين يتسموا معروفين لكن ما تنجمش تحكم تو شفنا اميني والظرف نتاعها وليموسيون شفت وجهها شفت وجهها معناتها مش كذب فيها بالعكس لكن لازم نعرفوا لي ديتاي نتاع الموضوع مش قاعد اي مريم هل اليوم معناها اماني السويسي باش تخرج معناها في وضعيه كيما هكاكا مش قاعد تحكي كيما هكاكا معناها تحب تعمل البوز شنو لا 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 ما تخيلش يظهر لي انا حسينا بها معناها كيف حكيت باحساس اكيد حكيت برشا اكيد متقلقه هي ومتوجعه وكل شيء وانا معاها
خاطر زيدا حتى العنف اللفظي زيدا مش باهي معناتها ضد المراه، لكن لازمنا نفهموا لي ديتاي شنو هو، لازمنا نسمعوا الطرف الاخر، ديما حق الرد لازم يكون موجود زيدا. اكيد اكيد. حبيت نقول كلمه للمريومه وللناس الكل، اللي تطلع تهبط هي مراه هو أكيد. راجل مهما كان الخلاف اللي بيناتهم ما يهزش يده على امراه. اكيد يوني باكستيون امراه ما تتضربش، مش مبرر أبار راجل وراجل معناتها سريت حتى العنف ضرر راجل وراجل، اما امراه كيفاش يهز يده يضرب امراه سامحني، معناتها انا امراه الكل نولي نرعش معناتها كان حتى العنف اللفظي زاد هاني قلت لك مش احنا فتناه اللفظي وصلنا ديجا للعنف معناتها الضرب. لا مش مبرر الضرب اكيد معناتها حتى انت قلت خاطر انا معناتها ما ندخلش في لي ديتاي. لا لي ديتاي ليه قلت ما ندخلش في لي ديتاي، لكن هي غالطه بيان سور، لكن ما مبررش ليه ما مبررش الضرب ليه. لا بيان سور نقفوا عند راي اللي سمعناه من عند ايمان اماني السويسي الفنانه، وبيان سور حق الرد للفنان سفيان السياله اذا كان يحب يتصل بينا باب القناه محلول ومرحبا بيه. كيف البنيه اسمى زيدا.